مشاهدينا وين ما كنتوا، بدي حييكم مع بداية هالأسبوع، وبدي أقول إنه نسبة الالتزام كانت 94% بأولى 3 أيام على هالإجراءات يلي أخذتها والإقفال التام يلي اتخذته الدولة اللبنانية. وإذا منكمل هيك أكيد نحمي حالنا أكثر، نحكي من اللي منحبهم أكثر. ولكن اليوم الحجر بالمنازل أو وجود الناس بالمنازل يلي ما عم يطلعوا من بيوتهم، أكيد يمكن يكون في ناس عم بحسوا بعوارض، في ناس يمكن صار عندهم عوارض ونعمل بي سي آر وبوزيتيف، ولكن المشكلة إنه ما عم يقدروا يصالوا لمستشفى، خصوصاً قديش نحكى بالبيك أند إنه نحن بحاجة كتير لأجهزة تنفس كمان كتيرة، خصوصاً بالبلدات والقرى. وهلأ مع هذا التأس العاصف خصوصاً مثلج، أكيد هون بدي حيي كل رؤساء البلديات والجمعيات والمستوصفات والمراكز الصحية والصليب الأحمر وأطباء المناطق يلي عم بكونوا على تواصل مع الناس للحد بأقل ممكن الأضرار، يقدروا أنهم يطببوا الناس بقدر الإمكان. ولكن اللي بحب أقوله كمان أنه كمان ورد بثلاث ايام الماضيين كثير من الامور يلي بتخليها نوقف امامها وامام ضميرنا الانساني. يعني بما معناه، اولا في اطباء، مش كل الاطباء، في اطباء ما عم يقبلوا يعطوا على التليفون او على الواتساب اي استشاره الا ما يحولوا لهم على الاو ام تي ولا على 750 الف ليره لبنانيه. في إبر انحكى إنه هي عطت مفعولة، ولكن ليه الإبرة ب 150 ألف ليرة؟ في أدوية مفقودة إطلاقاً، إذا بدنا نقول أدوية سيلان الدم يلي هي أساسية مش موجودة، وبالتالي بالنسبة لأجهزة التنفس مفروض إنه أقله إذا في إيجار، لأن تعودنا نستأجر، هلأ ما حدا عم بيأجر، وإذا وجد عم يطلبوا فريش ماني من ال 2500 دولار المكنة، وبتندفع كاش وإلا ما بيحصلوا عليها. عم بحكي أمور غريبة على اللبنانيين، ولكن للحقيقة مؤسف جدا نقول إنها واقعية. لما بدنا نودع بالدولة استراتيجية إقفال تام، بدنا نفكر بالناس، يعني هالاستراتيجية بدها تفكر بكل مواطن لبناني وين ما انوجد، وبدها تحميه وتأمن له الغذاء والدواء والعلاج. هيك بتكون الاستراتيجيات. وبعتقد أكثر من لبنان ما عنا، نحن بلبنان عنا كل الطاقات، عنا كل الإمكانات، ولكن ليه بدنا نفقد ضميرنا الإنساني؟ عم بحكي هالموضوع مع بداية الحلقة لأنه كتير تلقيت من الاتصالات، من الوجع، من الخوف، من القلق، ومن الأسف كمان أنه لهون وصلنا، ما بقى حدا يساعد حدا. لا يا جماعة، خلينا شوي، نحن أمام الموت. يعني هذا الوباء الخبيث اللعين ما عم بيفرق حدا، وما منعرف كيف بيوصل. من هيك كل إنسان يوضع حاله محل غيره، وكل إنسان يقول أنا مني محمي لأنه ما حدا محمي، ربنا الحامي أكيد، ولكن نحن بنفكر بعقلنا وبضميرنا الإنساني، وإنه نحن بلبنان مرينا بظروف كتير صعبة، كنا واقفين حد بعضنا، ما كان عنا مي، ما كان عنا كهرباء، ما كان عنا دواء، ولكن كان عنا رحمة، كان في ناس عم بتساعد ناس تحت القصف. نحن ما تخلينا عن إنسانيتنا. فاعملوا معروف، بدعي كل واحد مسؤول وغير مسؤول ما يتخلى عن إنسانيته بهالظرف الحساس بهالبلد. وعلى الدولة اللبنانية تحزم أمره وتكون دولة. من المسؤول؟ نقيبة الممرضين والممرضات دكتور ميرنا دومت، بدي أقول لك يعطيك ألف عافية، ومن خلالك بدي حيي كل الممرضين والممرضات يلي موجودين اليوم بأي مكان، إلى جانب مصابي الكورونا وإلى جانب أي إنسان عم يتألم عم يتوجع وناظر الشفاء. بنقلكم يعني ما بعرف قديه بدنا نشكركم، لأنه أنتوا اليوم بالواجهة، أنتوا اليوم اللي عم بتكونوا مش بس حد المريض تتعطوه الدواء، انتو كمان عم تعطوه الأمل لأنه أحبائه منهم حده، انتو عم بتكونوا أهله كمان. فشكر كتير كتير كبير. نحنا يعني مش أول إطلالة دكتور ميرنا،
ولكن نحن من سنين ومنحكي عن هجرة الممرضين والممرضات، عن خبراتهم العالية، قديش هن اليوم عنا الحمد لله أعداد يعني كنا شايفين حالنا فيها بمؤسساتنا. مرقنا بفترة بعض المستشفيات الجامعية وغير الجامعية تخلت عنهم بليلة ما فيها ضوء قمر، ولكن اليوم عم نرجع نقول بدنا ممرضين وممرضات يتفضلوا، لأنه نحن بحاجة ماسة لألهم. إداي بيقلمك هالشي يا دكتور يا نقيبة؟ يعني أكيد ربيكا هيدا شيء كتير بيقلمني، لأنه من عندك من استوديو اللي عم تحكي فيه من كم شهر أنا نبهت لهالموضوع، وأنت وأنا علينا الصوت لأن كنا شايفين المرحلة اللي واصلين لها. أنا بحب أقول شيء، نحن ما عنا نقص بعدد المرضات والمرضين بلبنان، نحن عنا نقص بعدد المرضات والمرضين يلي موجودين هلأ بالمستشفيات، لأنه المستشفيات من كم شهر استغنت عن عدد كبير من المرضات والمرضين، شغلت كتير منهم بلا ما تدفع لهم، عطوهم نص دوام يعني نص معاش، ربع دوام يعني ربع معاش. بقى هيدا اللي أثر على المرضات والمرضين، بس المرضات والمرضين لبنان موجودين ومستعدين بعدهم بالخط الأمامي. بفتكر فرجوا هالشي إذا كان بكورونا ولا بأربعة آب ولا بأي لحظة من اللحظات يلي لبنان عايزهم فيها. هلا أكيد في ناس عم بتفل والأعداد منا صغيرة، عندي لجمعة الماضي 600 مرضى ومرض فلوا من ذوي الخبرات ومن يلي عندهم شهادات عالية، هيدا الشيء بحزن. بس شو فيك تقليلهم لما وطنهم ما عم بينصفهم، لما هن بدهم يعيشوا عيالهم ومش قادرين. أنا طلبت وبطالب بإعادة فتح باب التوزيع بكل المستشفيات وبإعطاء محفزات للمرضات والمرضين. هلأ يمكن حدا بيقول أنه مش وقتها هلأ ونحن باقتصادنا منهار والحالة المالية بالبلد منا مزبوطة، مزبوط، بس مش كل حدا كمان عم بيحط الخطر كل يوم وعم بيهجم عليه. مرضاتنا ومرضينا هن كل يوم وكل دقيقة بخطر، مش بس هن بخطر، عم بيجيبوا هالخطر على بيوتهم وعند عيالهم ولولادهم ولأهلهم. مشان هيك العسكري، نحن بحرب صحية، العسكري لما نكون بالحرب بيتعزز. نحن عم نطلب انه يصير في تعزيز للمرضات والمرضين. واسهل شيء يا جماعة بعدهم المستشفيات لما المرضى او الممرض عم بينصاب بالكوفيد عم بيحسبوا لهم نصف فترة الحجر عليهم، عم بيخصموا لهم من معاشاتهم القليلة. وهيدا قرار طلع من وزيرة العمل، فترة الحجر هي على حساب المستشفى. المستشفيات نازلين يسألون من وين لقطوا العدوى. هلأ هيدا السؤال ما بقى ينسأل. هول عسكرنا إذا دعمناهم 14 يوم ليرتاحوا، ما هن عم بيرجعوا على الشغل وعم بيكونوا الحاجز يلي عم بيخلينا نمنع تفشي هالمرض بالمجتمع، وهن عم بيخلوا مستشفياتنا والقطاع الصحي واقف على إجري. معليش إذا ساعدناهم، معليش إذا اعطيناهم المعدات اللازمة بالكمية اللازمة ليحموا حالهم، معليش إذا زعنا طلعنا بمعاشاتهم. هالمرضى والممرض اللي عم بيترك عائلته 12 ساعة ليواجه هالوباء هيدا، معليش إذا حسبنا له معاشه أعلى شوي لنقدر نحافظ عليه. يعني إحنا طلباتنا كتير محقة وبفتكر ما حدا بيختلف عليها. نقيب اليوم في مستشفيات عم تطلب، يعني أنا عم شوف على التواصل الاجتماعي أنه في مستشفيات عم تطلب ممرضين وممرضات، في مستشفيات عم تطلب متطوعين ومتطوعات منهم، في كمان بالوقت اللي نحن عم نفكر بفتح يعني عم ينطلب من المستشفيات تزيد أقسامها. حتى في مستشفيات من خلال روبورتاج بالأم تي في هي مقفلة اليوم، ممكن إنها هي تتأهل بجمعة جمعتين وترجع تفتح لأنه الحاجة كتير كبيرة. وشغلة تانية، يعني إحنا رح نكون بحاجة إذا فتحنا أقسام جديدة، إذا مستشفيات كانت مقفلة لسنين ومنسية ترجع تفتح حتى تقدر تستوعب أكبر عدد ممكن. يعني قدي نحن اليوم نقول الإنسان قبل أي شيء آخر، يعني اليوم الدعم بده يكون لحماية وسلامة الإنسان، ما حدا رح يموت من الجوع. بس اليوم يا ما في عالم على المستشفيات بتقول خدوا مالي كله بس اعطوني الحياة، اعطوني الهواء، اعطوني الأكسجين. رابيكا عنا 1200 خريج وخريج جداد،
في عنا كثير اعداد كبيره من المرضات والمرضين ما عم بيشتغلوا دوام كامل. خلينا نستعمل كل طاقاتنا. مفروض المشكل ما عم بيصير في توظيف المستشفيات يلي عم تطلب. انا بعرف عم بيجي سيفيات والمرضات والمرضين عم بيقدموا. في كثير عنا مرضات ومرضين قاعدين بالبيوت بظل جائحه هيدي جريمه. وصفون هن طالبين شغل بدهم يشتغلوا بس ما في توظيف مثل ما لازم. مفروض ينفتح باب التوظيفات بالمستشفيات ليقدروا يفتحوا اقسام. اذا ما في قوى تمريضيه ما فينا نفتح. كل مريض او كل مريضين بالعنايه الفائقه بدهم ثلاث ممرضات او ممرض على 24 ساعه، هيدا اذا ما انصابوا، اذا انصابوا بدنا فريق ثاني. بالاقسام الكوفيد العاديه كل اربعه او خمسه حسب حاله المريض مفروض يكون عندهم كمان ثلاث ممرضات وممرضين. ما بدنا ننسى حد الكوفيد، العالم ماشي ما وقف، في عنا مرضى قلب، كلي، عمليات، كل هول بدهم عنايه. نحن بحاجه لكل مرضاتنا ومرضينا، وهن ولا مرضى خذلونا، ولا مره خذلونا. بس للاسف نحن عم نخذلهم، خلينا هالمره نعيد الثقه بين القطاع التمريضي والقطاع الاستشفائي. هالثقه لازم تنعاد لانه كل عمرها كانت الثقه قويه بهال كم شهر اللي مضيوا، خلينا نجرب ننساهم ونعطي حقهم للمرضات والمرضين يلي واقفين وعم بيدافعوا عنا. بعرف نقيب انه حضرتك باللجنه المركزيه، وبعرف انه عم تتواصلي كثير مع منظمه الصحه العالميه عالميا، مع كل المعنيين اليوم بحاله الطوارئ اللي لبنان اليوم يعني هو رفعها بهالمجال. في مساعدات ممكن تكون للبنان لتعزيز الجهاز التمريضي؟ هل هالمستشفيات يلي عم تطلب اليوم عم تتواصل معكم، هل انتم قادرين مع وزاره العمل وزاره الصحه تفرضوا او تعملوا اجتماع بهذا الموضوع مع اصحاب المؤسسات؟ لانه اليوم موضوع الكورونا صار من الاولويات، والدليل امبارح وزير المال ما عم بيعطي المصاري المستشفيات الا للكورونا، يعني عم بيبدوا مستحقات الكورونا قبل غيرها، لانه هي هلا اليوم اللي بدي اقول نحن بحاله مش هلا عند الناس بحاله خوف. وبالتالي بكون عم بكذب اذا عم قلك ما في انسان عم بيراجع حاله. اليوم الاولويه للصحه، شو عندك أكيد من التفاصيل بهالامور هيدي؟ هلا نحن اكيد كل مستشفى بدها مرضات ومرضين. نحن اعلنا انه سيت النقابه بخدمتهم، نحن بنحط الاعلانات، نحن بنتواصل مع المرضات والمرضين لنقدر نأمن شغل ولنقدر نأمن للمستشفيات حاجاتهم. منظمة الصحة العالمية عم بتجرب تأمن مرضات ومرضين للعناية الفائقة للمستشفيات الحكومية ومشكورين، وكمان نحن ساعدناهم كنقابة بالموضوع. هلا قصة الفرد هيدي بهالقطاع الحر اللي موجود بلبنان، النظام الاقتصادي الحر، ما حدا في يفرض على حدا، ولا طريقة الفرد هي منحبها. يعني نقابة المستشفيات هن بيعرفوا الحاجة، وبفتكر هن حطوا شو بدهم، مشكلتهم مالية. يعني أنا مش عم دافع عنهم لأنه عندهم نقيب بدافع عنهم وبيحكي عن مشكلتهم، بس مشكلتهم مالية، يعني عطوا المصاري وهن بيفتحوا، وساعتها بده يصير في توظيف للمرضات والمرضين. بس منحور ومندور وبنرجع المشكلة مشكلة مال، مشكلة مالية للأسف. لأنه للأسف الشديد في كثير من الناس عم تتواصلوا معنا مضمونين وغير مضمونين، إذا بدهم يدخلوا مستشفى بدهم يأمنوا قبل ما يفوتوا، قبل فوق حلتهم بدهم يأمنوا مبلغ من المال يبدأ ب 12 مليون 15 مليون ليوصل ل 30 مليون. هلا عم نقوله المستشفيات والناس عم تقبض، بس الناس المستشفيات عم تقبض إيه؟ تو حق للمرضى والمرضين، بس مش قادرة، مش قادرة. هذا اللي بدي أقول لك اليوم. بي سي آر ما قدرت عملت، في عالم انصابت بالكورونا وعديت لأنه ما قدرت عملت بي سي آر. أنا من أول نهار عم بقول وبرجع بقول من هالمنبر، البي سي آر مفروض ينعمل بطريقة عشوائية ومجاني لكل الناس.
مفروض نخفض من أسعار المعقمات، مفروض الكمامات تكون متداولة. واليوم إجاني أنه مصنعي الكمامات، مصنعي الأجهزة، يعني لباس المستشفيات، يعني الأطباء والممرضين، فرجوا عن الأقمشة وخلوا يكون في، توصلوا للمصانع لتشتغل، لأنه عندنا طلب كتير كبير. يعني كتر خيرهم المصانع اللي عم تفتح تتلبي، ولكن الدولة مانعة. يعني اعطوهم القماش، امنوا لهم اياه، امنوا لهم القدره لكمان يضم هالستاف اللي قاعد بالمستشفى مع المرضى، كمان يكون هو محمي. ربيكا، انا بدي استغنم الفرصه، ومزالك جبتي قصه البي سي ار. بي سي ار شغله كثير مهمه، لانه بتساعدنا نعرف الاعداد الحقيقيه. في ناس، في ممرضات عم بيروحوا على البيوت يعملوا بي سي ار، هالشيء لازم يصير ولا لا نقيبه؟ بدي اعرف، بدي اعرفوا الناس. هلا يعملوا بي سي ار بالبيت بدهم يكونوا لابسين اللباس الكامل، لانه لما تعملي بي سي ار انت عم بتعرضي حالك لهالفيروس هيدي. بس انا اللي بدي اقوله يا ربيكا، ومن خلالك، وبعرف برنامجك كثير مشاهد والناس بتسمع وعندها ثقه فيك، اهم شيء، اهم من البي سي ار هو الماسك. انت اذا عرفت حالك تعرضت، حجور حالك بالبيت، ما تروح تشوف حدا تاني، ومش ضروري تعمل بي سي ار اذا مش قادر. بعد 10 ايام اذا الانسان ما عنده عوارض ببطل يعدي، 14 يوم اذا كان عنده عوارض ببطل يعدي. يعني نحن بس اهم شيء، اهم شيء الماسك. العالم المفتاح السحري، اذا بتراجعي كلامي من اول ما بلشت هالجائحه قلت لهم المفتاح السحري، الكلمه السحريه لنحارب كورونا هو نلبس ماسك على طول. طيب ليه ما بيشيلوا ال 10% جمرك على الماسك؟ نعم، هيك مفروض، هيك مفروض الماسكات تكون متوفره 100% باسعار كثير مقبوله لكل العالم، لانه في ناس ما عندها، بعاد عن بعض حتى بالبيوت مفروض نقعد بعاد عن بعض. هلا بايام الشتاء بنقعد كلنا باوضه وحده ومدفيه، مفروض نترك شباك يفوت هواء نظيف، ونغسل ايدينا قبل ما نحطهم على وجهنا. هول ثلاث شغلات بسيطين وهول بيساعدونا. هلا نحن بلوك داون، لانه بالماسك هون بدي اقول لك شغله نايبه، بتقول للناس في كثير ناس الماسك يعني ما عم بتغيره كمان، لانه يعني ان كان قماش بتغسله، اذا كان ما عندها غيره مش قادره تشتريه، عن جد مش قادره، لو ب 1000 ليره مش قادره تشتريه، مش عم بتغيره، يعني كانه ما عملت شيء. مزبوط مزبوط، لانه هيدا الماسك بس يتبلل ما كانه لابسين شيء. 100%. بس بدنا نطلب من العالم التباعد الجسدي، عملوا معروف بهاللوك داون، ساعدونا لنخفف الحالات. هلا اللوك داون ما رح يوقف الكورونا، بس بيساعدنا نخفف الحالات لنقدر يصير، نقدر نسيطر على الوضع، وبعدين بس نرجع نفتح، مش نرجع نفلت. بدنا نضلنا لابسين ماسكات، بدنا نخفف التواصل الاجتماعي مع بعض جسديا، ما في تجمعات، لتمرق هالسنة ال 21، كورونا باقي معنا كل السنة. يا جماعة، إذا نحن ما أخذنا المبادرة واهتمينا بحالنا واتبعنا التعاليم اللازمة اللي هي كتير بسيطة، مشكلة كتير كبيرة رح تكون علينا كلنا للأسف. أنا نقيبة بدي أشكرك، وإن شاء الله المعنيين أولا المسؤولين يكونوا سمعوا، يكونوا عارفين مظبوط وجع الناس وبشو عم بتعاني الناس. وانا برجع بقول اذا في من دعم فليكون هذا الدعم اولا للصحه، لان احنا هلا بحاله طوارئ صحيه قبل كل شيء. شكرا لك، يعطيكم الف عافيه. وما علي يعني اذا اليوم اعطينا اهميه اكثر، لانه اذا الانسان ما عنده صحه ما عنده شيء بالحياه ابدا، مهما يكون معه من المال. هي الصحه يلي بتجيب المال، يلي بتجيب الاقتصاد، يلي بتجيب البركه، اللي بتجيب الشغل، اللي بتجيب الانتاج. متابعات. بالمتابعات طبعا في قطاعات متوقفة بسبب الإقفال التام، ولكن قادرة إنها اليوم تقدم خدمة للناس اللي قاعدة ببيوتها، مثل ما حكينا دليفري، ممكن يكونوا شوفورية العمومة، يا إذا كان شوفور عمومي عم ياخد توصيلة ولا شيء. على كل حال معي النائب مروان فياض يلي تواصل معي وقال لي نحن كمان عنا فكرة حتى كمان يعني نقدر نساهم بأقل أضرار ممكنة، أكيد لأنه في سلامة وصحة السائق، مثل الدليفري مثل غيره. نائب يعطيك العافية. طبعا خير ست ملائكة ومستمعينك الكرام والأسرة الكريمة، أهلا فيك، تفضل. شو كنت عم بتقلي بموضوع السائقين العمومين؟ أنا وبداية بالحديث بدي وجه
بتوجه كلمه لمعالي وزير الداخليه. نعم. نطلب منه انه يسمح لشوفير التاكسي بالعمل ثلث ايام الحجر، لانه اليوم شوفير التاكسي قاعد ببيته، اشتغل اكل ما اشتغل ما اكل. اليوم في ناس اجانب يلي هنا عم يستفادوا من خدمه الدليفري، مفروض يسمح لشوفير التاكسي انه يوصلوا الاغراض دليفري من السوبر ماركت على البيوت، من البيوت لا يتلو ياخذوا طلبات الدليفري، افضل ما يستفادوا العمال الاجانب، وخاصه هن 90% و95% من العمال السوريين. اصبح السائق اللبناني قاعد ببيته، لا عم يقدر ياكل ولا عم يقدر يشرب، والاجنبي عم يشتغل على ظهر اللبناني، مع العلم انه الدوله اللبنانيه ما عملت خطه للاطفال ولا وزعت الاعانات والمساعدات للسائقين وللشعب اللبناني. يعني لهلا هال 400 الف ليره في سائقين عموميين مسجلين وبالخدمه، يعني بعدهم عم يشتغلوا، ما قبضوا ولا مرحل يعني ولا 400 الف. شفنا 50% من السائقين العموميين لم يقبضوا اول دفعه. صحيح. بيقلوا عن لانه الدوله ما عندها خطه للدوله اللبنانيه، خطه غير واضحه، والشعب اللبناني ضحى، حل الدوله تضحي كرمال شعبه، اعطائه من الميكانيك، من الجمارك، اعطائه من الفواتير، حل الدوله تروح توزع مازوت، خاصة بالشعب بالحالة السقعة والبرد على أهلنا وعلى أخواتنا بالجبال، توزع لهم خبز، توزع لهم مواد غذائية للشعب الفقير المعطر. حضرتك بتعرفي شوفير التاكسي اشتغل أكل، ما اشتغل ما أكل، وعندهم عائلات وأغلبيتهم عندهم عائلات كثير. ستنا في شوفيرين والله العظيم عم يتصلوا فينا ما عندهم خبز ولا مواد غذائية ياكلوا بدوتهم، صدقيني 90% من الشوفيرين ما قادرين ياكلوا لانه ما قد يحل ان يشتغلوا. انا بطلب من وزير الداخليه يسمح لشوفير التاكسي اقل شيء بهذه المرحله يشتغلوا دليفري، يوصلوا من السوبر ماركت للبيوت، افضل ما يشتغلوا الاجانب وخاصه السوريين والمصابون. يعني نائب بمعنى اخر اليوم اذا السوبر ماركت يلي هي يعني ما في غير دليفري، ما حدا بيقدر يفوت، اذا السوبر ماركت معروفه بتقدر هي تبعت لوزاره الداخليه اسامي الشوفيريه اللي معتمدتهم، تعطيهم وزارة الداخلية الإذن، بحطوا أنه هن يعني أكيد حد أنه شوفر تاكسي والإذن، بحطوا اسم السوبر ماركت يلي هن رايحين لعنده، وأكيد اللي يعني لما بيتصلوا لما الواحد بدي يعمل دليفري بيقولوا رايح لعندك فلان، رح يدق على بيبك اسمه فلان. يعني كتير هين الأمور، بلد صغير صحيح، وكتير هين إذا بتتنظم العملية منوفر كتير على الناس يطلعوا كمان ببيوتهم مشان سوبر ماركت مشان شي تاني. إن شاء الله ياخدوا عندنا مشكلة تطبيق، في عندنا شوفير تاكسي عم عند المطار. نعم. عم يتصلوا على التطبيق ما عم يردوا لها بعد ساعة. مظبوط. يعني زبون المطار بده يسأل على الطيارة على الوقت قبل وقت يوصل على المطار، ما عم يردوا لها على التطبيق لبعد ساعة ساعة ونص. أنا هون ستنا بدي أطلب، وين الأحزاب؟ وين الجمعيات يلي ما بده تروح على بيوت الناس توزع مواد غذائية؟ أقل شيء توزع خبز، توزع مازوت بالأيام الشتي والبرد والساعة والثلج، حرام والله العظيم حرام. الشعب اللبناني ضحى، مفروض على الدولة اللبنانية تضحي كرمال الشعب اللبناني. أكيد، لأنه هيدا شعبه بالنتيجة، ليه بده يموت من الجوع، وليه ما بده ما يكون عنده صحة، وليه كمان اليوم إذا بده يحمي حاله ويحمي مجتمعه ونحمي لبنان، بدها الدولة اللبنانية تكون إيدها طايلة لكل بيت لكل إنسان، ما فينا نترك الناس هيك. مشكورين كل المؤسسات، مشكورين، ولكن ما بيكفي، ما بيكفي. ستنا بلد بدون شعب ما بيقوم. طبعا. بلد بدون شعب ما بيقوم. وين الدولة اللبنانية؟ تشرف حسب يلاقونا عضلات ويلبحونا جميلة، وانه بالعكر والمقلقنون، هلا اكل شيء وجباتهم اتجاه الشعب اللبناني، عيب عليهم. نائب. عيب و600,000 عيب عليهم. نائب، بكل الحالات انا بدي اشوف نص الكباية المليانة، ولكن هالنص الكباية المليانة مش كافي. مش كافي اطلاقا. نحن ما نحن مش انه نحن بنجي بنتهجم على دولتنا هيك، نحن في امثله وفي وقائع وفي اتصالات وفي وجع عم نسمعه كل يوم وكل تكه وكل دقيقه، وكل مسؤول لازم يسمعه لازم دغري نبادر، دغري تلقائيا نبادر للمد يد المساعده لانسان اخلى لنا من مكان يكون. خلينا نعتمد هذه، يعني هاي انسانيتنا، هيدي اللي تميزنا فيها، وهي مش لازم نفقدها. انا بدي اشكرك، وان شاء الله بصير في
تواصل بينكم وبين نقابة السوبر ماركت، بلكي كمان سوا معهم بينحكى مع وزير الداخلية، لأنه بالنتيجة في قطاعات قادرة تشتغل بأقل أضرار ممكنة وتأمن على كل حال يعني معيشتها بكرامتها. أنا بدي أشكرك، أهلا وسهلا فيك. عنا فاصل ومن طيبة. تابع الحلقة عنا عبر الام تي في، باخد اتصال. الو الو، اهلا مدام ربيكا. نعم. معك جناح فخوري. اهلا فيك. حابة بس فشخلقي عندك، لانه من يومين ثلاثة صافي سيارتي قدام بيتي ومع بكرة ما بلاقيها. يعني بالاقفال التام؟ بالاقفال التام؟ بالإقفال التام ليلة الخميس، ليلة الأربعاء صباح الخميس. نعم. بالإقفال التام وممنوع التجول. ليش الحر؟ نحن علينا ممنوع التجول، الحرامي بيتجول وينني؟ ليه ما كانوا على الطرقات؟ إنه السيارة بتقطع هيك بدون ما حدا يعرف لمين هاي أو كيف. نحن المجبورين نقعد ببيوتنا ونحمي حالنا ونحمي سياراتنا، بعد شوي حنفوت السيارة على البيت معنا. بأي منطقة ست جناح؟ أنا فوق جبال، منطقة اسمها بيت حبيه، وأنا صافي على الأوتوستراد على الطريق العام. طفوا الأدوية كلها حوالي وسرقوا السيارة وراحوا. يعني لو من ثلاث سنين انسرق بيتي، بعد شهر بدقولي المخابرات بيسألوني شو عملتي بالسرقة. أنا بدي أقول له شو عملتي بالسرقة، ولا هو بدي يقول لي شو عملتي بالسرقة؟ يعني بلد فلتين أكثر من هيك ما في. وبعدين بتحكي لليوم ما تحرك حدا منهم، إذا رحت أعطيت خبر إنه صار سيارتي ما حدا شافني، ما حدا إجا لعندي ولا حدا حكاني إنه شو البلد هيك سايب الدنيا. في ببيت حبيق بلدية ست جناح؟ لا ما في بلدية، لا ما عندنا بلدية. يعني من هيك ما في كان دوريات شرطة؟ ما عم بتصير بالليالي دوريات شرطة وهيك؟ هلأ أهل المنطقة عم يعملوا دوريات بالليل، رجعنا لأيام الحرب. مع أنه يعني إذا بالنهار إقفالتين ممنوع التجول حتى لغيوا المجوز مفرد، فكيف بالليل من الخمسة وطلوع ممنوع سيارة تغط إلا الاستثناء ومعروفين، ما رح يجوا من الخمسة للخمسة، يعني شيء غريب. عكل حال ست جناح، انا يعني نحن بدنا يعطيهم العافيه كل القوى الامنيه، ما عم بقول لا، ولكن هالحراميه كمان اللي عم يستغلوا ظروف هيدي كمان امور مش مستحبه. اهلا وسهلا فيك. صوره اليوم يعني هالصورة هيدي اللي شفتها اليونيسف حطتها، وأنا بتمنى إذا حطيتها، لأنه عم بتقول يلي عنده كورونا وبحاجة لعلبة يكون فيها معقمات نحن بنقدر نساعده يتواصل معنا على رقم تليفون، وحطين رقم التليفون. نحن قبل ما نطلعها حبينا نتصل فيهم، لقينا أنه لأكثر من ساعتين نحن وعم نتصل بشكل متواصل الخط التليفون على طول مشغول. إذا كان فعلاً هيدي مساعدة من اليونيسف يلي هي منظمة كلنا بنعرف تحترم حالها وهي دولية، تعمل بيان، وكل وسيلة إعلامية بتقول إنه هيدا بيان رسمي صادر وهناك مساعدة ولمين موجهة. بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء. ما تنسوا إنكم تاخدوا كل الاحتياطات لتحموا حالكم وتحموا اللي بتحبوه.